مساء الخير. عم بتسبب المبيدات الكيميائية تلوث خطير للبيئة لدرجة إنها بلشت تهدد الإنتاج الغذائي العالمي، هيدا اللي أكدوه المختصين وحذروا من عواقب استخدام الكيميائيات الزراعية ونسبة الضرر الكبيرة اللي عم بتسببها الكيماويات الزراعية للقضاء على الحشرات مثل النحل والطيور، وأتمنى الباحثين على كل المزارعين التخفيف قدر الإمكان من استعمال المبيدات السامة واستبدالها بأدوية صديقة للبيئة. بالعودة إلى طقسنا، طقس خريفي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة ورح تنخفض بكرة، أما الرطوبة فعادية والهواء متوسط السرعة، البحر مائج شوي، حرارة مياه هو 26 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ولبكرة غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومجموع المتساقطات من أيلول حتى اليوم 81.4 ملم بينما السنة الماضية 37.8 ملم والمعدل العام 31 ملم. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 16، على المرتفعات 13، بالبقع 7 والأرز 4، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 15 بعكار بينه تحديداً، جران 25 والعربانية 25، أما الحمرة ف 26 والمختارة 18، مجد اليون 26 وصور 25، بنت جبال 22 درجة. ننتقل من بعدها إلى ترشيش 21، بعلبك 21، الديمان 13 والهرمل 24، والرطوبة عم تتراوح بين 45 و65%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ 17 أدناها بالليل أقصاها 28، تاني بتتراوح بين 15 و26، والثالثة بين 14 و25. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا إذن من عمان 23 ودمشق 26، أما الكويت ف 33، منروح إلى تونس 26، طرابلس 25، وننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل 18 درجة. هيدا كان كل شيء. باي.